إذن عن تقرير مرصد أفاد عن أوضاع النازحين في مخيمات بزيابز وعمرية الفلوجة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون هناك طقس صعب يعيشه العراق، وأيضا هناك عاصفة ترابية التي تضربه، ولكن السؤال المطروح: كيف تبدو أوضاع النازحين في مخيمي بزيابز وعمرية الفلوجة؟ تحياتي، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة نحن بالكاد استطعنا الوصول إلى مخيمي عملية الفلوجة وبزيبز، وبزيبز بالمناسبة هي مخيمات عشوائية تمتد على تقريبا 25 كيلومتر، فهي أشد سوءا من بقية المخيمات. لكن نذكر أن هناك مخيمات في الموصل تضع عن مخيمات كردستان، في مخيمات الموصل هناك أيضا معاناة لكنها أقل، باعتبار أنه مخيمات بزيبز وعملية الفلوجة في المناطق الغربية وهي أقرب إلى المناطق الصحراوية، حيث كانت العواصف الترابية شديدة وارتفاع هائل غطت معظم هذه الخيام. هذه الخيام الكل يعرف أنها أقيمت منذ 7 سنوات، مخيمات بعد تهجير الكثير من أهالي العويسات وجرف الصخر والقائم وحتى منطقة الجرمة في شمال الفلوجة، تضم كثير من هذه العائلات. العواصف الرملية اطلعت كثير من الخيام، دمرت عدد من الخيام وملأت معظم المخيمات بالتراب. طبعا الكل يعلم ان هذه الخيام ليست فيها ابواب، بل هي مجرد قطع قماش بالية قديمة مستهلكة، حتى ان الحكومة لم تكلف نفسها استبدال تلك الخيام رغم مرور 7 سنين، وتدعي حكومة مصطفى الكاظمي أنها أغلقت معظم المخيمات. وهناك كلام في الأيام القليلة الماضية عن نية الحكومة إغلاق بقية المخيمات بعد أن فضحنا في مرصد أفاد وبقية المنظمات الإغاثية التقاعس وتجاهل الحكومة لواقع المخيمات وأنها لم تغلق كليا فعلا، وبالتالي هذا الوضع أدى إلى كارثة مأساوية مضافة للواقع المرير الذي تعانيه المخيمات. هذه العواصف الترابية مستمرة منذ شهر تقريبا في العراق. العاصفة 48 ساعة الماضية كانت شديدة جدا، هي الأقوى منذ شهر، وأصابت العشرات اختراق. لدينا فقط في مخيمات بزيبز وعاملة الفلوجة أكثر من 200 حالة. هذا الذي رصدها أو استطعنا بالكاد، لأن يعني الوضع كان من السوء بمكان بحيث لا نستطيع الوصول إلى كل الخيام، وبالتالي هذا الرصد يعد الحد الأدنى من عدد الإصابات. بين هذه 200 تقريبا 40 حالة كانت حالة شديدة جدا مع اختناق شديد، 20 منهم تقريبا مسنين بين شيخ وعجوز، وهناك طفلين أحدهما كان بحالة حرجة. للإنصاف، قطاع الفارس العربي في مخيم عمرية، عفوا، في منطقة عمرية الصمود عمرية البلوجة استطاع إغاثة كثير من هذه الحالات، وتواصل معنا مدير قطاع الفارس العربي بعد أن نشرنا المنشور، وأكد أن الفرق الصحية بذلت الوسع والمستطاع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن هو يتفق معنا بعد أن تحدثت معه عن أنه وضع المخيم الكلي هو وضع مزري، وهو طبعا الأخ الصيدلاني أحمد العيساوي يؤكد أن الحكومة يعني متقاعسة عن حل المشكلة الأصلية، وهي إغلاق تلك المخيمات وإرجاع الناس إلى منازلها وإجبار كل الجهات الممتنعة، سواء الموافقات الأمنية أو المواقف العشائرية أو بعض الجهات التي ما زالت تنظر إلى تلك العائلات المسكينة التي تفتقر معظمها إلى المعيل، أنها تشكل خطراً أو أنها مرتبطة بسوابق السنوات الماضية وتنظيمات داعش المسلحة. طيب أستاذ حسين، يعني بحسب ما ورد في تقريركم قلتم بأن العاصفة خلفت عشرات حالات الاختناق ودماراً واسعاً بالخيام، لكن لو تحدثنا عن المواد الغذائية والمياه في المخيمات كيف هي الآن؟ طبعا أخي الكريم، من شدة هذه العواصف والأتربة التي غطت كثير من المخيمات ودخلت إلى الخيام، تسببت بتلف المواد الغذائية الجافة خصوصا الرز والسكر. يعني نعرف أنه كثير من هذه العائلات عندما تنشط مواسم الإغاثة مثل
يعني الموسم رمضان الفائت الشهر الماضي كانت هناك إغاثة نوعا ما جيدة قياسا ببقية السنة. هناك كثير من المنظمات والناس يعني تندب نفسها في تلك في ذلك الشهر وتقدم للناس، وهؤلاء النازحين لأنهم يعرفون أوضاعهم وأن تمر عليهم أشهر كثيرة بدون إغاثة، فبالتالي يحاولون قدر الإمكان التركيز على المحافظة على مادة الرز والسكر لكي يعني يستطيعوا أن يقاوموا فترات انحسار الإغاثة. لكن هذه العواصف من شدتها أتلفت كثير من تلك المواد للأسف، وكذلك ضربت يعني خزاني ماء فقط وفق رصدنا في مخيمات بزيبز. خزانات الماء طبعا أقيمت يعني أوضاع يعني على الماشي مثل ما يقول العراقيين، وبالتالي ما زلنا نقول أن هناك حاجة ماسة. طبعا هناك شكوى قبل أسبوعين وردتنا من مخيمات عملية الفلوجة أنه بسبب انحسار مياه الفرات وضعف كمية المياه الواردة إلى نهر الفرات أدت إلى أنه المكان الذي تسحب منه إسالة الماء الأنبوب الذي يمتد إلى المخيمات، هناك أنبوبان رئيسيان، هذه المكان الذي تسحب منه المياه مياه آسنة لأنه انحسر الفرات وأصبحت هذه ما تسمى الحويجة في عرف العراقيين عبارة عن مكان للمياه الآسنة تتجمع في مياه قليلة، وبالتالي أصبحت المياه التي ترد عبر أنبوب المياه للمخيمات غير صالح للشرب ولا حتى للاغتسال، الرائحة كريهة والطعم أسوأ. وكانت هناك مناشدات لتوفير حفارات لحفر ممر أو شق مائي من النهر حيث يوجد المياه التي بعمق جيد لتصل إلى المكان الذي يتم منه سحب المياه إلى المخيمات عبر الأبوبين اللذين يعني يمتدان طيب من تلك المخيمات. أستاذ حسين، العاصفة الترابية التي تضرب العراق منذ عدة أسابيع، طبعا هذه تتكرر كل عام، يبدو أن الحكومة كما تفضلتم لم تستعد لها من أجل حماية النازحين في تلك الخيام. أيضا ورد في التقرير أن بعض النازحين أصيبوا بنقص في الأكسجين بالدم، هناك نقص واضح في الرعاية الطبية والإسعافات الأولية. هل الحكومة متعمدة في هذا الإهمال أستاذ حسين؟ هو الحكومة تقول أنها تتابع، لكن واقع الحال أنها عملية المتابعة شحيحة جدا. العبء كل العبء يقع على المسؤولين في منطقة عملية الفلوجة، وكما قلت للإنصاف هناك بعض التجارب من بعض المسؤولين في منطقة عملية الفلوجة، لكن هذه المخيمات من الاتساع بمكان لا تستطيع مهما كانت قدرات الإدارات المحلية في عملية الفلوجة أن تغطي حجم المأساة. هناك نقص في المواد الغذائية، هناك نقص في المياه، هناك نقص في الأدوية، هناك لدينا عشرات من الحالات المرضية المزمنة تفتقر تماما للرعاية. نحن عن طريق مرصد أفاد وحتى تواصلنا مع بعض الشخصيات ومع بعض المنظمات الإغاثية خلال الأشهر الماضية، نتكلم عن 3-4 أشهر ماضية، كانت لدينا عشرات الحالات من العواق من الأمراض المزمنة، أدوية خاصة لا يستطيع أحد توفيرها إلا بمساعدة الخيرين والمشهورين. ولكن الحقيقة أن هذا الجهد الحقيقي ينبغي أن يكون من الحكومة. هذا هؤلاء بالمحصلة هم عراقيون يحملون جنس العراقية ومواطنون في العراق يستحقون، بل يجب على الحكومة أن توفر لهم الحد الأدنى بانتظار حل المشكلة التي هي متسبب بها الحكومة، لأنه لا يوجد معوق حقيقي بعد مرور كل هذه السنوات لإغلاق المخيمات وإرجاع الناس إلى أهاليها، وبالتالي المسؤولية الحقيقية تقع على الحكومة في بغداد وعلى محافظة. نعم أستاذ حسين. نعم المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي، شكرا جزيلا لكم.